أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إصابة أكثر من 110 آلاف بمرض الكوليرا، وأشار التقرير إلى أن الأطفال ما دون سن الخامسة يشكلون ثلث المشتبه بهم من المصابين الذين يتركز وجودهم في 6 محافظات منها العاصمة صنعاء والحديدة. وأوضح التقرير أن الأمطار تزيد من انتشار الوباء في ظل انعدام صيانة أنظمة الصرف الصحي وتلوث المياه الشرب والري. إذن في ظل هذه الأخبار، ما هي الجهود التي بذلت للتخفيف من انتشار الوباء واستخدام العلاجات المناسبة للحالات التي اتضح أنها مصابة بالكوليرا؟ كيف هي طاقة المستشفيات الاستيعابية وتجهيزاتها لاستقبال المرضى؟ وما الذي قدمته هذه المنظمات التي تجيد كتابة التقارير والتصوير مدى هول الكارثة؟ وأخيرا وكالمعتاد نتساءل، هل تعلم الحكومة بما يحدث من انتشار مخيف لهذا الوباء عن كمية الأرواح التي يحصدها؟ حرب وكوليرا، يا له من زمن ضاق بحياة اليمنيين وضاقوا منه. آخر خبر صادم يكشف عن استعصاء بكتيريا الكوليرا عن العلاج، فبحسب تقرير صادر عن المختبر المركزي بصنعاء يشير إلى تطور مقاومة بكتيريا الكوليرا بشكل كامل للمضادات الحيوية خلال هذا العام بعد فحص 6 عائلات مصابة بهذا الوباء. هذا يعني أن العلاجات لم تعد مجدية للشفاء من الكوليرا. تطور خطير في ظل استمرار تفشي الوباء وتحذيرات اطلقها أطباء كثر، مفادها أن التعامل مع بكتيريا الكوليرا بهذه الطريقة سيزيد من مقاومتها، وربما تصبح في الأعوام القادمة مقاومة لجميع المضادات الحيوية بحسب ما أورده موقع المصدر أونلاين. فيما كان اليمنيون يأملون في القضاء على هذه البكتيريا، يجدون أنفسهم أمام كارثة قد تودي بعشرات الآلاف من المصابين بالمرض. كانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن الحرب والجوع والكوليرا قد جعلوا 80% من أطفال اليمن بحاجة ماسة للمساعدة، وأن قرابة 2 مليون طفل يمني يعانون من سوء تغذية حاد، ما يجعلهم أكثر عرضة للكوليرا. اليمن البلد الذي يواجه أسوأ تفشي لوباء الكوليرا في العالم، وسط أكبر أزمة إنسانية تحيط به، يقف أعزل أمام موجة الحديث المتزايد عن الحاجة الإنسانية. الكوليرا التي يخوض اليمنيون معها معركة موازية، بلغ عدد المصابين بها 260 ألف شخص، فيما بلغت الوفيات نحو 530 حالة منذ مطلع العام وحتى نهاية الشهر الجاري بحسب تقرير منشور في المصدر أونلاين، وسط تحذيرات من جائحة قد تكون الأسوأ في التاريخ. لا يزال في الوقت متسع لمنظمات الإغاثة والشرعية للتدخل ومعالجة كارثة صحية تهدد حياة مئات الآلاف من اليمنيين. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا دكتور أحمد منصور، وهو مدير عام المركز الوطني للصحة العامة عبر الهاتف من تعز، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. بداية مساء الخير دكتور أحمد. نعم دكتور أحمد، هل تسمعني؟ أيوة نعم. نعم أهلا بك معنا في هذه الحلقة. وبداية، كيف تتابع استمرار انتشار وباء الكوليرا بهذا الشكل؟ يعني حتى الآن أكثر من 350 ألف حالة إصابة ووفاة، وأكثر من 500 حالة تقريبا منذ بداية العام، كيف تتابع ذلك؟ مساء الخير وشكرا جزيلا لكم. تفشي وباء الكوليرا في اليمن أصبح مرض معتاد عليه ومتفشي بشكل متزايد ومخيف. في أواخر العام 2016 وحتى نهاية العام 2018 مرت اليمن وجميع محافظاتها، أكثر من 10 محافظات، بوباء قاتل انتشر في معظم محافظات اليمن. عانى أكثر من 1,300,000 نسمة للإصابة بهذا المرض. توفى أكثر من 2,641 شخص،
عاودت اليمن هجمة ثالثة وهي الأشد من بداية العام 2019 إلى الآن. 250 ألف حالة إصابة في عموم محافظات اليمن حتى تاريخ 25 في تقرير منظمة الصحة العالمية. أكثر من 490 حالة وفاة، معظمهم من الأطفال وكبيري السن. هذه الأرقام فعلا هي مخيفة بالنسبة لهذا الوباء، وخاصة في كثير من المحافظات ومن ضمنها محافظات سعد. نعم، إذن دكتور، يعني بداية حديثك قلت أن هذا الوباء أصبح معتاد على وجوده، وللأسف الشديد يعني حسب أطباء مختبرات أطلقوا تحذير وقالوا أن بكتيريا الكوليرا أصبحت خلال 2019 مقاومة للمضادات الحيوية التي تقدم بشكل كامل، بمعنى أنه لم تعد مجدية لعلاج الكوليرا. وضح لنا هذا الأمر لو سمحت. بالنسبة لعلاج الكوليرا، هو يعتبر المرحلة الأخيرة بالنسبة لحالات المرضى الذين يصلون إلى المستشفى. هناك حالات يستطيع الإنسان أو العائلة أو المجتمع حماية الناس من الإصابة من الكوليرا أو إنقاذ حياتهم إن أصيبوا في المراحل الأولى، لكن لصعوبة تنقل هؤلاء الناس من المناطق البعيدة إلى مراكز المدينة إلى المستشفيات التي تقوم بعملية العلاجات أو مراكز الإرواء المنتشرة هنا وهناك لإسعاف حالات المرضى، هذا التواصل أو إيصال المريض من هذه المناطق البعيدة في ظل هذه الظروف التي تعيشها معظم المحافظات يؤدي إلى تفاقم الحالات وزيادة عدد الوفيات لعدم وصولهم في الوقت المناسب. بالنسبة لحصول مقاومة لبعض الأدوية، في تعز مثلا حصلنا على عدد قليل من المرضى المقاومين للأدوية، كانت في صنعاء النسبة أعلى. وجود حالات كوليرا من سلالات مختلفة دخلت اليمن من شرق أفريقيا أو من المناطق هذه التي أتى منها المرض إلى هذا البلد، لا يعني وجود مقاومة للعلاجات أن العلاجات كلها لا تنفع. عندنا أكثر من 17 نوع من الأدوية ممكن أن تفيد في هذه الحالة، لكن وجود هذه الظاهرة معناه أنه مؤشرا خطيرا للمقاومة ولزيادة عدد الوفيات في الإصابة بمرض الكوليرا. نعم، إذن كيف تقيم أداء السلطات المحلية في تعز في مكافحة هذه الكارثة دكتور؟ السلطات المحلية في المحافظة وعلى رأسهم محافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان ووكيل المحافظة للشؤون الصحية الدكتورة إيلان، وأيضا مدير عام مكتب الصحة في المحافظة الدكتور عبد الرحيم السامعي يبذلون جهود مبنية وقوية ويتعاملون مع المنظمات العاملة في هذا المجال بشكل إيجابي. يحاولون بكل ما يملكون من قوات السيطرة على هذا المرض، إلا أن قلة الإمكانيات وبعد المناطق ودخول وخروج الناس بشكل مستمر بحالات مصابة أو غير مصابة أو مخالطة يؤدي إلى تفاقم الوضع وعدم السيطرة عليه، حيث انتشر بشكل أوسع وجميع الناس الذين في المناطق الأكثر انتشارا وهي البعيدة عن مركز المدينة هم أكثر الناس الذين ينقلون كثير من هذه الأمراض إلى مركز المحافظة. نعم، إذن ابقى معنا دكتور أحمد. ينضم معنا أيضا الدكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة عبر الهاتف من عدن. مساء الخير دكتور علي. أهلا، مساء الخير. أهلا بك، وما هي آخر الإحصاءات التي لديكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه اشكر الاخوان القائمين على قناه بلقيس وجميع طاقم القناه لتقديمكم لهذا الحدث دائما وابدا. هم حاضرين معنا في كل فعاليات واحداث القطاع الصحي. اتفضل. نعم، اخر الاحصائيات التي لديكم دكتور علي؟ نعم. نعم دكتور علي، ما زلت معنا؟ نعم، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال. أعود إليك دكتور أحمد. دكتور أحمد، يعني كل هذه المحاولات التي تحدثت عنها، ولكن للأسف الشديد لم يتم التمكن من السيطرة على انتشار هذا الوباء لقلة الإمكانيات كما تفضلت. إذن أين المجتمع الدولي مما يحدث؟ أين منظمات الصحة العالمية؟ أين التحالف أيضا من هذه الكارثة البيئية التي تودي ربما بحياة الناس يعني بصورة أسرع من الحرب؟ المنظمات الأممية وعلى رأسهم منظمة الصحة العالمية تبذل جهود كبيرة في الحد والسيطرة من انتشار هذه الأمراض. مختلف المنظمات العاملة المحلية والدولية أيضا تعمل بشكل متواصل للحد والقضاء وعدم انتشار هذا المرض بشكل، ولكنه ما زال ينتشر دكتور. يعني الجهود لا يظهر أثرها، لماذا؟ وباء الكوليرا وباء خطير يتفشي بشكل متسارع، نشبهه كما انشب النار في 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 غابة مليئة بالأشجار. السيطرة عليه تحتاج إلى جهود من كل الجهات، إصلاحات في كل القطاعات، ليس قطاع الصحة فقط هو المعني. نعم. عن القضاء على هذا الوباء، بل جميع القطاعات يجب أن تتعاون وتتشارك، جميع الأسر يجب أن تعمل في هذا المجال للحد والقضاء من انتشار هذا الوباء. إذن اسمح لنا دكتور أحمد، عاد إلينا الدكتور علي الوليدي. مرحبا بك مرة أخرى دكتور علي. أهلا وسهلا مرة أخرى. أهلا بك، كنت سألتك عن آخر الإحصائيات التي لديكم حول وباء الكوليرا. نعم، حتى يوم 27 أبريل سجلت ما يزيد عن 260 ألف حالة و450 حالة اشتباك من ثلاث الماية الحادة والكوليرا في عموم المحافظات، ما عدا محافظة سقطرى ولله الحمد لم تسجل فيها أي حالة اشتباك. ما يزيد عن 519 حالة وفاة للأسف الشديد، منها ضمن 262 ألف و450 حالة اشتباه، 3000 حالة مؤكدة بالفحص الزراعي. تركزت مجمل الحالات في المناطق التي تخضع لميليشيا الانقلاب. نعم. اشتباه من يناير حتى 27 أبريل 33000، ثم الحديدة إب حجة البحويت سكنت في محافظة البحرة ما يزيد عن. نعم. إذا دكتور، يعني كنت معنا قبل أسبوعين تقريبا حول نفس الموضوع، منذ ذلك التاريخ هل تناقصت هذه الإحصائيات أم تجد أنها في ازدياد؟ مرة أخرى لم يكن السؤال واضح. نعم، كنت معنا قبل مدة وتحدثنا عن هذا الأمر، يعني ربما قبل أسبوعين أو أكثر قليلا، وأود أعرف منك من خلال هذه الفترة هل تناقصت هذه الإحصائية أم أنها في تزايد؟ هو حالة الاشتباه في تزايد خلال الفترة الماضية، هي تقريب الكادر الصحي، المختبرات الطبية عززناها، المختبرات المركزية غيرت المحافظات، فرق عمليات في كل محافظة، فرق عمليات مركزية في العاصمة عدن،
فرق الاستجابة السريعة، كل ذلك كان في الصحة العامة والسكان. أيضا هناك في الأيام القادمة إن شاء الله ستكون حملة توعية تثقيف صحي لصائد ماي الحادة والكوليرا في عموم المحافظات بالشراكة مع منظمة الطفولة الليبية. طبعا في السابق نحن قمنا بلقاح في العاصمة عدن بخمس مدينة في العاصمة عدن، كذلك في مدينة القاهرة في محافظة تعز ومدينتين في محافظة. لكن حتى على مستوى اللقاحات دكتور اذا سمحت لي، يعني الانقلاب رفضوا في السابق اللقاحات، ونحن قمنا بارسال 70,000 من اللقاحات من العاصمه عدن الى صنعاء منذ اسبوع الى صنعاء تبعها من العاصمه عدن. هم في السابق منعوا اللقاحات ورفضوا اللقاحات الى ان وصلت الوضع الى ما هو عليه اليوم. حتى ليش الانقلاب فيما يتعلق بكونهم رفضوا كوادر وزارة الصحة العامة والسكان، تم طردها من مؤسسة وزارة الصحة العامة والسكان وسفروها بناس آخرين ليس لهم علاقة بالمؤسسة الصحية، وبالتالي زاد عبء فيما يتعلق بسالفة ماي الحادة والكوليرا وغيرها من الأوبئة أشخاص ليس لهم علاقة بالمؤسسة الصحية، بالتالي عرقلوا دور الوزارة وعرقلوا دور وزارة الصحة العامة والسكان ومنعوا اللقاحات ومنعوا الخطط الذي خاطر وزارة الصحة العامة والسكان في السابق مع شركاء الوزارة من منظمة الصحة العالمية والمؤسسة كذلك دعم ثقيل من مركز الملك سلمان للقاحات والأمل الإنساني للهيئة العامة الإماراتي. نعم إذا يعني إذا هم يرفضون اللقاحات التي تأتي من لديكم دكتور وللأسف شديد يتفاقم الوضع، لما لا تقدمها بعض المنظمات العاملة في صنعاء وهي ربما تعمل بشكل أوسع في العاصمة على الأقل لتجنب هذه الإشكالية؟ أيضا الناس الكثير منهم يتشكك من هذه اللقاحات، التوعية قليلة في هذا الجانب. نعم يعني نحن نتابع خلال إذا سمحت لي يعني خلال وسائل التواصل الاجتماعي يرفضون استخدام هذه اللقاحات دكتور، يعني وفي يعني يفترض انهم النخبه المثقفين. نعم نحن في السابق قمنا في اكتوبر العام الماضي بارسال الادويه والتجهيزات الطبيه وقبلها في يونيو وقبلها في مايو العام الماضي من العاصمه عدن ما يزيد عن 55% من الادويه والتجهيزات الطبيه لناطق اختراق ليش الانقلاب، وصلنا الى مستشفى السلام في صعده، وصلنا الى مستشفى العلوي في الخديجه، كل هذه المحافظات عن طريق مكتب منظمه الصحه العالميه. ونحن اليوم التقينا بمنظمه الصحه العالميه الاسبوع الماضي، التقينا بمنظمه الصحه العالميه على اتم الاستعداد لارسال الادويه والتجهيزات الطبيه لتلك المناطق، ولكن عبر منظمه الصحه العالميه كون ليس لدينا ثقه مع ميليشيا الانقلاب في توصيلها لتلك المناطق. ونحن من العاصمه عدن قمنا بارسال تلك الادويه وعلى استعداد لارسال ادويه اخرى والتجهيزات الطبيه. نحن مسؤولين عن كل منطقه في الجمهوريه اليمنيه من بعدها حتى المعره. طيب دكتور اذا سمحت لي، نعم ربما لكن ليس لدينا ثقه في تلك الميليشيا. نعم أتفق معك دكتور، ولكن هذا هو ديدن الميليشيا، يعني في النهاية هي لن تتحمل مسؤوليتها تجاه هؤلاء الناس، هي ليست دولة في نهاية الأمر. ولكن دعني أسألك، في كل عام تقريبا تأتي موسم الأمطار، وفي اليمن محدودة هذه المواسم ومعروفة متى تصبح. للأسف الشديد في كل مرة تأتي مواسم الأمطار معناه انتشار جديد لوباء الكوليرا، معناه انهيار لمنظومة الصرف الصحي، وأيضا تلوث مياه الشرب والري. لما لا يتم المعالجة حتى يتم القضاء على هذا الوباء؟ يعني هل لديكم شراكة مع الجهات المعنية، وزارة النقل والطرقات الاهتمام بهذا الأمر، إعادة منظومة الصرف الصحي عبر وزارة المياه، كل هذه الأمور يعني هل يتم تداركها أم ننتظر حتى يأتي موسم الأمطار وينتشر الوباء ثم نبدأ بمعاناة؟ أريد أوضح من خلالكم المشاهد الكريم أن وزارة الصحة العامة والسكان هي حلقة متكاملة، لابد أن يكون دور وزارة المياه والبيئة، صندوق النظافة، والسلطات المحلية، وزارة الإعلام، وزارة التربية، وزارة المجتمع المدني، الأكاديميين فيما يتعلق بالتوعية الصحية. وزارة الصحة العامة والسكان فتحت مراكز أمثال أدوية المراكز، تدريب الكادر الصحي على السياسة العلاجية، فريق الاستجابة السريعة، ترقب بالاستجابة السريعة، تحديد المراكز التي قد تسريع الوباء، لكن هناك لابد أن يكون دور لقد ناقشنا ذلك في كلستر كتلة مع كتلة الصحة مع كتلة المياه
الميه بوجود منظمات مجتمع مدني، منظمات الامم المتحده، وكذلك وزاره البيئه والبيئه، ومن صندوق النظافه والصندوق المحليه، لم تكون حلقه متكامله. نعم، انا لم اتحدث عن التوعيه دكتور. نعم، مساله تدارك الامر. التوعيه هي الاساس. صحيح، اتفق معك. التوعيه الصحيه في مخاطر انتشار التلف المائي الحاده والكوليرا، كذلك تعقيم المياه في الابار، المياه النقيه تعقيمها وتوزيع الكلور في المنازل، تعقيم المياه في الشرب، كل ذلك هي سبيل للوقايه من انتشار التلف المائي الحاده والكوليرا. وقد ابلغنا شركائنا في منظمه الصحه العالميه واليونيسف ان يقوموا بدورهم في مناطق الكهرباء على فيش الانقلاب، ان يعملوا دور لتحمي في هذه تلك المناطق لا نستطيع الوصول اليها، لكن نوصل عليها عن طريق منظمات الامم المتحده ومنظمات المجتمع المدني، ونحن على اتم الاستعداد لارسال كل الادويه والمخدرات الطبيه وكل ما يحتاجونه في تلك المناطق، ولكن عبر منظمه الصحه العالميه او يونيسف او اي شريك اخر، ليس عبر تلك الميليشيا التي في السابق منعت اللقاحات، منعت فرق التوعيه، منعت، فبالتالي هذه الميليشيا توزع الموت في كل ركن، في كل حارة، في كل شارع، بالتالي لا نرجونها ان تنهض للناس الحياه. نعم، اذا شكرا جزيلا لك دكتور علي الوليدي وكيل وزاره الصحه، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عوده اليك دكتور احمد. دكتور احمد، يعني هناك يعني حسب حديث الدكتور علي جهود تبذل من خلال وزاره الصحه، ولكن ما زال الامر غير يعني متدارك حقيقه، مما يدل على ذلك هو سرعه انتشار المرض. برايك من هي الجهات التي يجب ايضا ان تتكاتف جهودها مع جهود وزاره الصحه؟ شكرا للدكتور علي. الدكتور علي طرح مواضيع حساسه، وكان وهو على اطلاع بانتشار هذا الوباء منذ البدايه، ويتواصل معنا بشكل مستمر ايضا في قياده وزاره الصحه بممثله بمعالي وزير الصحه الدكتور ناصر داعون، دائما يتواصلوا في هذا المجال. نحن في محافظه تعز، وبتوجيه مباشر من محافظ المحافظه الاستاذ نبيل شمسان، تم التوجيه بعمل غرفة مشتركة للسيطرة على الأوبئة التي تظهر في المحافظة. تم تشكيل هذه اللجنة برئاسة الدكتورة إيلان عبد الحق في محافظة تعز، وتتم الاجتماعات الدورية لتنسيق الاستجابة. نحن وجميع المحافظات هناك خلل في تنسيق الجهود المشتركة المبذولة من جميع الجهات وتوحيدها في مصب واحد للسيطرة على هذا الوباء، وعمل خطة للقضاء على هذه الأوبئة في أي مكان وفي أي محافظة. هذه البادرة التي بدأت في محافظة تعز بتشكيل هذه الغرفة المشتركة والاجتماعات الدورية والتبليغ عن أي حالة وفاة، والخروج بتصريح موحد مشترك من جميع الجهات، ومساءلة الجهة المقصرة، وقلب الدعم، وتوحيد الجهود للقضاء على هذا الوباء الذي انتشر. في ظل انتشار هذه الأوبئة، عندما تأتي التدخلات والجهود المبذولة بعد مرور شهور من انتشار الوباء، تكون السيطرة عليه في غاية الصعوبة. لكن لا يمنع ذلك أنه لا يتم السيطرة ولا يتم عمل جهود، لكن الجهود يجب أن تكون مشتركة ومتكاملة من كل الجهات التي تعمل، سواء كان داخليا أو خارجيا، للقضاء والسيطرة على هذا الوباء. نعم، إذن ابقى معنا دكتور أحمد، سنعود إليك بعد أن ينضم معنا دكتور وليد السجيري، وهو طبيب من العاصمة صنعاء. مساء الخير دكتور وليد. مساء النور للجميع. اهلا بك دكتور، وبداية ضعنا في صورة انتشار وباء الكوليرا في صنعاء. نعم، في الحقيقة ان صنعاء بشكل خاص والجمهورية الألمانية بشكل عام في حالة ارتياد متقدم ومتصاعد في حالات الاشتباه بالكوليرا، حيث أن التجارب الصحيحة المدة من 23 محافظة توضح أن
المترددين على هذه المراتب 19% منهم يأتون لهذا السبب، الإفطارات المائية أو بين قوسين اشتباه كوليرا. نعم. إذا ما تحدثنا بالأرقام فسنقول أنه خلال الأسبوع الأخير كان هناك 1305 من النساء ومن الإناث و 1114 كانوا من الذكور الواصلين إلى مراكز معالجة الإشعاعات المائية ودواية إرواء المتوزعه على مناطق العاصمه، والتي يعني بالتاكيد تاتي بها ايضا من المحافظه صنعاء. اجمالي عدد الوفيات خلال الاسبوع الاخير فقط بالارقام هو 59 حاله وفاه. هذا اذا بحثنا عن العاصمه فقط، وليس بس اتحدث عن التاريخ الغذائي للجمهورية الألمانية بشكل عام. من الأكد على وجود فعلا موجة جديدة من وباء الكوليرا وتتفق أكثر من التي قبلها. نعم، إذا موجة جديدة دكتور، يعني للأسف الشديد يتم الانتظار حتى تنتشر ثم محاولة كبح جماح هذا الانتشار، ولكن يكون بعد فوات الأوان خاصة في ظل انعدام الإمكانات المطلوبة. ولكن يعني حدثني برأيك دكتور، كيف يمكن معالجة هذا الانتشار؟ يعني ما هي الأشياء التي تحتاجونها للحد من انتشار الوباء والقضاء عليه في هذه الموجة؟ نعم، بالنسبة لما تحدثنا عن أساليب مكافحة الوباء الجديد، لن تمكننا القضاء عليه إلا إذا بنينا لأنفسنا هذه النظرة فرضية أسباب. ما هو سبب الموجة الرابعة وجميع الموجات السابقة؟ لما عملنا لانفسنا كاطباء الصحه كمنظمات مجتمع مدني فرضيه اسباب ونعمل على اثباتها او نفيها، سنتمكن من الوصول الى سبب او كعده اسباب ومن ثم معالجتها بذاتها حتى نتمكن من القضاء على هذا. اما من ناحيه معالجه الحالات وتدليل على الوفيات، فهذا الاسلوب هو ما نتبعه من عام 2017. الحل المطلوب هو ايضا هو ان جميع مراكز معالجه الافتات المائيه ودوائر الاغواء يجب ان نعاد فتحها كما كان في السابق. الان المرافق التي تعمل هي تعمل بنصف كفاءتها او بعضها مغلقه. لم يدرك البعض انه فعلا قد دخلت موجه رابعه جديده من الكوليرا، لذلك وصي عبركم مع البرنامج على برنامج بلجيش ان يتم اعاده فتح جميع مراكز معالجه الاشعاعات المائيه زائد وفي خاصه محافظات الجمهوريه، واعتبار ان هذه الموجه فعلا جاده وتحصد الارواح. من ضمن الاشياء اللي اود ان اقولها ايضا بالنسبه للبقاء على هذا الوباء، يجب ان يكون هناك تكاتف فعلي بين الصحه والمياه الصرف الصحي، لان مشكله المياه البكتيريه تدخل عن طريق الفم بسرعه جدا. فاذا ما دامت الصحه بمعالجه الحالات ومضاعفات الحالات والتدريب على الوفيات، الجانب الاخر يكون المياه التحضيري لمعالجه المياه بالتغيير التكييف الصحي على مستوى المدن والقرى، بعمليه تعليم المياه، بعمليه شبه المياه النظيفه، بعمليه تشريحات، وايضا عمل او توجيه المشاريع نحو هذه النقطه، نحو توفير مياه مامونه لجميع السكان. اذا ما كان التكاتف بين الصحه والمياه والصحه البيئيه بشكل فاعل، سيتم القضاء على هذا الوضع ان شاء الله. نعم بإذن تعالى. ولكن قبل أن نختم دكتور، أود أن أعرف يعني ما هو دور المنظمات الدولية على هذا الأمر، خاصة في مسألة توفير اللقاح ل يعني عدم أخذ هذا الوباء.
نعم، بالنسبة للنجاح، إذا ما توفرت كريتيريا معينة في ضمن الوزارة، فيعتبر أن النص والمضاد أو النجاح يلزم هذه المنطقة. وفي الحقيقة توفرت هذه المعايير أو الشروط من العام الأول، منذ نهاية 2017، ولكن لم يقدر مبدأ التحصيل على النجاح لماذا؟ وما كانت الصعوبات؟ غير انه ابن الصفحه الاخر راوا اننا دخلنا في مولد جديد. راوا المنظمات الدوليه ووزاره الصحه ان اصبح اللقاح شيء لا بد منه حتى يقللوا معدل الاصابات. وينبغي حتى هذا اللقاح ان يكون على جرعتين متفاوتتين، لانه يعطي منع 5% ولمده سنتين ثبت. الجهود كبيره ومشكورين عليها من جميع الاطراف فيما يتعلق بهذا بالتلقيح وب معالجه الحراره بتوفير الادويه. غير انها وقت الكريمه كما بحثت سابقا ان المنظمه المساعده المعادله الكبيره لم تعد تفتح جميع المراكز التي كانت مفتوحه في بدايه الوباء اي في 2017، وهذا ما يدعو إلى عمله في الوقت الحالي. نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتور وليد الثجيري الطبيب المتخصص في الرصد الوبائي، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة صنعاء. عودة إليك دكتور علي. دكتور أحمد. دكتور أحمد، يعني الغريب في الأمر أن يعني لا أستطيع أن أقول أن العالم فشل في الحد من انتشار الوباء، هل يمكن قول ذلك يعني مرض أو وباء تم الانتهاء منه في جميع العالم وينتشر بهذه الصورة التي تعد الأسوأ كارثية على مدار الفترة الزمنية الأخيرة؟ يعني لماذا برأيك؟ نعم، هو العالم لم يفشل في القضاء على هذا الوباء أو غيره من الأوبئة، فقط ما تمر به بلدنا اليمن من حصار ومن حروب ومن تباعد الناس وانعدام المنظومة الصحية بشكل كبير، هذا أدى إلى تفاقم المشكلة. أيضا هناك مشكلة لابد من التطرق لها، وهي دعم المنظمات العاملة في اليمن في الجانب البحثي. لا يوجد إلى الآن دعم في هذا الجانب، يعملون في جانب الوقاية في جانب العلاج، لكن لا يوجد جهة. ونحن أصدرنا طريقة معينة للنزول الميداني إلى الجهات الأكثر انتشار لوباء الكوليرا وأخذ عينات بشكل يومي لفترة طويلة وتتبع منشأ هذا الوباء في أماكن انتشاره بشكل كبير وعمل مراقبة وتحديد سلالات. لا يوجد دعم للمختبرات المركزية بأجهزة حديثة تقوم بتحديد السلالات التي وفدت إلى اليمن ومن أين وفدت. يجب أن نعرف من أين أتت هذه السلالات إلى اليمن. نحن إلى الآن لا نستطيع في مختبرات تعز مثلا أو عدن أو قد يكون في صنعاء تحديد السلالات الحقيقية الموجودة الآن في اليمن ومقاومتها للأدوية. ما هي الأدوية بالضبط التي تقاومها هذه السلالات من البكتيريا الضامة؟ نحن نفتقر إلى عديد من هذه من هذا الدعم المهم في الجانب البحثي والنزول الميداني المتكرر حتى نستطيع تحديد مكان الانتشار والسيطرة عليه. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور أحمد منصور مدير عام المركز الطبي للصحة العامة، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. وتنضم معنا من الحديدة الناشطة المجتمعية رؤى محمد. مساء الخير أستاذة رؤى. مساء الخير، أهلا بك معنا أستاذة رؤى. وأود من خلالك ومن خلال اطلاعك كونك شاهدة عيان، ربما بقيت في المستشفى لفترة زمنية معينة ورأيت انتشار وباء الكوليرا في هذه المستشفيات، حدثينا عما رأيتي. الحديدة فيها مركز مكافحة الإسهالات المائية واحد، وهو مركز يقع في هيئة مستشفى الثورة العام بحديدة.
يستقبل جميع حالات الكوليرا في المدينة اللي هي ثلاث مديريات، هم ثلاث مديريات الحالي والحرق والمينا. خلال مشاهدتي أنا كنت مرافقة لأحد القريبات مرضت أصيبت بالكوليرا، كان القصر مليء كاملا، يعني كان هناك 7 حالات كوليرا غير الحالة الاشتباه. الملاحظ أن هذه الحالة جميعها قادمة من المدينة فقط، يعني من المديريات الواقعة من نطاق المدينة. أعتقد أن الحالات القادمة من خارج المدينة لا تستطيع الوصول. لكن كان في هناك عناية طبية، العلاج يوزع بشكل مجاني، في اهتمام كبير بالمرضى، المنظمات الراعية اللي تقدم العلاج بشكل كامل للمرضى. نعم، لكن المركز الوحيد، يعني ما الذي، هل يمكن أن يستوعب توافد المرضى إليه خاصة القادمين من خارج المنطقة؟ لا، في صعوبة كبيرة للمرضى القادمين من خارج الخديجة، لأنه في الآن هناك منصب وحيد للمدينة لجميع المديريات الواقعة في مختلف الاتجاهات. لكن اعتقد انه يعني في نقص كبير انه في استيعاب الحالات، هذه الحالات جميعها من داخل المدينه، خارج المدينه صعب الوصول، واعتقد انه في حالات وفاه كثيره ستكون، لانه مريض الكوليرا يتدهور بشكل سريع، يعني اذا لم يتم اسعافه خلال اليوم الاول صار يتدهور بشكل سريع، يدخل في مضاعفات خطيره. نعم، طيب هل هناك لمستي توعية للناس، يعني مثلا من يشعر ببعض الأعراض في بدايتها فعليها أن يشتبه أن لديه الكوليرا فيتوجه إلى أقرب مركز توعية، أيضا في مسائل النظافة واستخدام المياه النظيفة واستخدام الخضروات المغسولة جيدا وما إلى ذلك؟ ما لاحظته أنا أنه بعد يعني في المركز نفسه يتم تسجيل بيانات المريض وعنوانه، بعد فترة من خروج المريض لا تتجاوز 3 أو 4 أيام ينزل فريق توعية إلى بيت المريض نفسه ويمسحوا 20 منزل مجاور للمنطقة. جميل. يقدموا فيها أدوات نظافة وتوعية للمنطقة. أعتقد أن الخطر هذه المرة كبير جدا. ما هو السبب برأيك رؤى؟ لماذا هذه المرة الخطر أكبر؟ لا أعرف والله، لا أعرف، لكن لا ليست لدي معلومة، لا أعرف السبب. نعم، هل يعني من خلال مشاهدتك رؤى، كم يحتاج المريض إذا ذهب في أول يوم، كم يحتاج ليتعافى أيام؟ 3 إلى 5 أيام. في هناك حالات يعني مثلا النساء الحوامل والأطفال يرقدوا يعني في المستشفى أكثر من 9 أيام لأن مناعتهم تكون ضعيفة. المريض ذو المناعة الجيدة حيبقى 3 أيام. نعم، هل يعني النسبة الأعلى لدى الأطفال أم النساء أم الرجال؟ لاحظت أن أكثر كان قسم النساء هو كان أكثر، كانت المصابة جميعهم كانت حالات كوليرا، يعني في فرق أصلا في تصنيف حالات الكوليرا وفي اشتباه، ليس الكل اشتباه الكوليرا، لكن حالات الكوليرا كانت أغلبها للنساء. نعم، إذا شكرا جزيلا لك رؤى محمد الناشطة المجتمعية، كنت معنا عبر الهاتف من الحديدة، وينضم معنا الناشط المجتمعي أيضا منصور أبو الفضل من ريمة. مساء الخير أستاذ منصور. مساء النور، أهلا وسهلا أستاذ. أهلا بك أستاذ منصور، وأود أن تحدثنا عن وباء الكوليرا ومدى انتشاره في محافظة ريمة. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية نشكركم للتطرق لهذا الموضوع الهام والحساس. بالنسبة لمحافظة ريمة للأسف الشديد ما أثر نتيجة تفشي وباء الكوليرا، حيث سجلت محافظة ريمة ثانية على نسبة وفيات على مستوى الجمهورية اليمنية. نعم. تزايد مؤخرا نسبة الوفيات نسبة الوفيات وانتشار الوباء نتيجة الأمطار الذي يهدد بهطول الموسمي بانتشار الكارثة عند السيول والوديان وعيون المياه. نعم، ما هي الأسباب برأيك، يعني لما تعد ريمة هي ثاني محافظة في عدد الوفيات في الكوليرا؟
المحافظة، نحن نتكلم عن محافظة جبلية ذات تضاريس صعبة، وهي عبارة عن 6 مديريات، يعني أكثر من 2000 قرية مترامية الأطراف. طبعا هناك انعدام المحالي للأدوية نتيجة وعورة الطريق، يعني في مناطق وفي قرى لا يصل إليها فريق تطعيم الأطفال، فما بالك بفريق مكافحة وباء الكوليرا. ماذا عن المراكز الصحية؟ مدى انتشارها، مدى إمكانيتها لاستقبال حالات الكوليرا، ومدى فاعليتها؟ أغلب الوحدات الصحية والمراكز الصحية في المحافظة يعني على مستوى القرى والعزل تفتقد المحاليل المقاومة للوباء، فضلا عن أن أغلب المناطق لا يوجد فيها في مركزات صحية حتى طبي يعني لاستقبال الحالات. ما مدى تواجد المنظمات الدولية لديكم منصور؟ هل هناك تواجد لها أم أنها محافظة متروكة مغيبة للمجهول؟ بالنسبة للمنظمات، تدخل المنظمات مقتصر جدا على منظمة أو سنتين فقط، ولا تستطيع هذه المنظمات تغطية محافظة مترامية الأطراف كريمة جبلية صعبة. نعم، إذا منصور، بالنسبة للوفيات، هل الأكثر من الأطفال أم النساء أم الرجال؟ نسبة الوفيات كان أكثرها من صغار السن وكبار السن الذي لا يستطيع مقاومة الوباء. نعم، إذا ماذا عن دور التوعية؟ كونك ناشط مجتمعي، يوجد نقص كبير في عدد المنظمات العاملة في هذا الجانب، كما تفضلت محافظة مترامية الأطراف، ما الذي يمكن أن يقدم للناس البسطاء الذين يعيشون في القرى لتوعيتهم قبل أن يأتي إليهم المرض أو قبل أن يصاب أحد أفراد عائلتهم؟ نحن من خلالكم وعبر برنامجكم الرائع وقناتكم المحترمة نقول للجهات أو المنظمات التوعوية أو الطبية أو التي لها تدخل في المجال الإنساني ولم تتدخل في المحافظة حتى الآن لإنقاذ حياة الناس، ألا يتذرعوا بذرائع وينطلقوا أمام واجبهم الإنساني أي صعوبة. نحن مرحبين بأي جهة ترغب للتدخل في أي مجال إنساني ومستعدين للتنسيق معها مع الجهات المختصة لتأدية مهامها على أكمل وجه. بالنسبة للتوعية، المجتمع في ريمة مجتمع ريفي، لا يمكن التوعية عبر وسائل الإعلام مثلا أو عبر، ولكن يمكن التوعية عبر خطباء المساجد وعبر الشخصيات الاجتماعية ومجالس القرى. نعم، هل يتم ذلك من خلال بعض المبادرات الشبابية؟ هناك مبادرات شبابية تنشط ولكنها ما يعني محدودة الإمكانيات. نعم، إذا كان الله في عونكم أخ منصور، شكرا جزيلا لك. منصور أبو الفضل الناشط المجتمعي كنت معنا عبر الهاتف من محافظة ريمة. أشكر لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.